عصر سرسوق اللي تعمر بال 1870 خلال فترة الانتداب الفرنسي والعثماني، اليوم تقريبا بطل في شيء منه لأنه هو معرض للانهيار، فيه أضرار جسيمة والقدرة الإلهية خلصت ليدي إيفان سرسوق كوكرين ومدام ميري كوكرين. ليدي إيفان سرسوق كوكرين هي أول ست لبنانية دافعت عن التراث الوطني وأسست أبساط، ومثل ما شايفين الأضرار عنا جسيمة، لا سيما بالمبنى، لا سيما بالتحف الفنية الموجودة عنا بالداخل. ولهلا يعني نحن اليوم ب 12 آب، لهلا بعد ما في أي جهة مختصة سألت عنا، ولا وزارة السياحة ولا وزارة الثقافة ولا حدا. المتحف تضرر كثير جراء الانفجار اللي صار بمرفق بيروت. طبعا كل الازاز بالمبنى كله تكسر، كل البواب الخشب والحديد كلها انقبعت من محلها وتكسرت على كل الطوابق. يعني هو في عنا طابقين فوق الارض واربعه تحت الارض كلهم تكسروا ما عدا بس بابين. في عنا معرضين كان على الطابق الاول والثاني. في عدد مش صغير من الاعمال تضرر، بين 20 وال 25 عمل فني. بتتراوح الضرر من شيء صغير لشيء كبير. في عنا اربع اعمال ما بتتصلح، بقيه الاعمال اللي ذكرتهم في تم ترميمها. وفي لوحه لواهب المتحف اللي هي سرسوق، اللي هي رسمها فنان بورتري بريس فان دونكن سنه 1930. هيدي تمزقت الكنفاس، تمزق على مستوى العين بشكل افقي. كمان بتتظبط بس انه هي كانت من اتمن اللوحات عنا بين المجموعه.